الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرو التصدي للتصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الصناعية والخدمية بالسويس ويؤكد أن الدولة لن تترك محافظة بالجمهورية دون أن تصلها أيد التطوير. مصر تعرب عن قلقها من حالة التصعيد الخطيرة في الشرق الأوسط وتحذر من أي إجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة. في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية. كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وحدات سكنية مميزة لأهالي السويس. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بالمحافظة. النهاردة كنا بشرف الحقيقة تفقد ويعني تنفيذ ومتابعة مشروعات كبيرة جدا كانت بتحتاجها المحافظة، وخليني يمكن أبدأ بالمشروع اللي كان وجه بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنشاء مجموعة من الوحدات الإسكان المتميزة لأهالي المحافظة. ويمكن النهاردة مع صندوق التنمية الحضرية سلمنا أول مجموعة عقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير، بنتكلم على 13,260 وحدة سكنية الحقيقة كلهم على مستوى مميز جدا جدا من التشطيب والتصميم، وموجود وجودهم في مواقع متميزة في قلب مدينة السويس. فالحمد لله النهاردة يعني سلمنا أول مجموعة من العقود، ويمكن كان التركيز مع السيد المحافظ ورئيس الصندوق على الإنهاء أعمال التنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية في خلال الفترة القليلة جدا القادمة لكل المشروع، علشان يبقى احنا بنبدأ نطرح الوحدات تباعا. أشار رئيس الوزراء إلى تفقده المدرسة اليابانية والتي تعد الثانية من نوعها في محافظة السويس، وفي هذا الإطار وجه مدبولي بالإسراع في إنشاء المزيد من هذه المدارس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم التجربة وزيادة عدد مدارسها بجميع محافظات الجمهورية. تفقد واحدة من المدارس المصرية اليابانية المفروض هتفتتح وتستقبل الطلاب بكرة إن شاء الله، وكنت حريص ان دي تعتبر هي تاني مدرسة الحقيقة للمدارس اليابانية المصرية هنا في محافظة السويس، والتجربة دي تجربة شديدة التميز. كان طبعا تبناها فخامة الرئيس بناء على زيارته لليابان منذ فترة طويلة، ووجه ان يبقى هذا النموذج متكرر في مصر،
والحمد لله النهارده بقى موجود بصوره كبيره في كل المحافظات. ويمكن كان كلامي مع معالي الوزير الإسراع بتنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر في خلال الفترة القادمة، عشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا يعني مميز إن شاء الله اللي الدولة المصرية بتتبناه في موضوع التعليم الأساسي. وتعقيبا على محطات جولاته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مجمع سويس الطبي وجه حضري متميز لمصر، كما شدد مدبولي على أن المجمع الطبي أصبح يقدم خدمات متكاملة ومتقدمة للمواطنين. المشروع هو وجه حضاري لمصر كلها وليس فقط لمحافظة السويس، وهو مجمع السويس الطبي، وده يعني بحق كان هدية فخامة الرئيس لأهالي محافظة السويس. النهاردة هذا المجمع هو مجمع عالمي بكل المقاييس، مستوى الحقيقة التصميم والتشطيب والتشغيل اللي بيتم النهاردة على أرقى مستوى. يعني حضراتكم شفنا إذا كنا تابعنا من يعني النهاردة كان التشغيل التجريبي، وبنشوف حجم اللي بقى الاستفادة لأهالي السويس، ومش فقط أهالي السويس، كل منطقة قناة السويس النهاردة من خلال هذا المجمع. أنا مش عايز أقول كمان حتى بعض مناطق في شرق القاهرة بقت ممكن إنها تستفيد من هذا المجمع الحضاري اللي بقى بيقدم خدمات طبية متقدمة جداً. هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تفقده 3 مصانع مختلفة خلال جولته بمحافظة السويس، منها مصنع شركة كانوفا الألمانية للألواح الجبسية. وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أن استثمارات مصنع كانوفا بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة، ما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية ويتيح لها تقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والإقليمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 100%. مصنع كناوف وهي دي شركة ألمانية متخصصة جدا. هذا المصنع النهاردة بالرغم ان هو فرع من شركة ألمانية، ولكن تحول الى ان هو يكون مصنع بيقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة المحيطة. واستمعنا الى يعني النهاردة لرئيس المصنع ان هو بيتكلم على ان هم هيدخلوا في توسعات تضيف طاقة إنتاجية تعادل 3 أضعاف الحجم اللي هم بدأوا بيه كبداية للمصنع وقت ما تم إنشاؤه، باستثمارات تصل إلى 80 مليون يورو. هتبقى استثمارات جديدة تضخ في خلال السنتين القادمين عشان يصل إنتاج المصنع ده من 15 مليون متر مربع كان في بداية ما أنشئ هذا المصنع إلى 60 مليون متر مربع. الأهم إن ده بيغطي احتياجات الدولة من مشروعات قومية. إنتاجية المصنع ده اتنفذت بيها مشروعات الأبراج اللي في العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني، الأبراج العالمين، مجموعة من المشروعات القومية، محطات القطارات ومترو الأنفاق، يعني الحقيقة مشروعات كثيرة جدا. وفي ختام تصريحاته أشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرصه على إنهاء جولته بالسويس من ممشى بور توفيق التاريخي ذو الإطلالة الرائعة على قناة السويس. وفي هذا الإطار أعلن مدبولي افتتاح الممشى عقب تطويره اليوم كهدية لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي لها، كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تترك مكان في أي محافظة دون أن تصله أياد التطوير. الحقيقة أنا يعني كنت حريص أن أنا يعني نحن ننهي الجولة في هذا الممشى التاريخي اللي أعتقد لي ذكريات يعني كبيرة لأهالي محافظة السويس دايما، وكان ده مقصد كل أهالي المحافظة دايما وبالذات بعد الظهر، وهو ممشى يعني بور توفيق واللي بيشوفه من خلاله السفن وبيبقى ليه إطلالة رائعة على قناة السويس. والحمد لله يعني هذا الممشى استطاعت المحافظة أنها تخلصه في 2 شهر فقط، والنهاردة إن شاء الله بنفتتحه لأهالي السويس عشان يكون هدية في بمناسبة العيد القومي للمحافظة وكل الذكريات الجميلة ليهم. وكنا هنكون حريصين إن شاء الله على مزيد من أعمال التطوير في المحافظة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى داره بحي عتاقة بالسويس، ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع. هذا وقال مدبولي إن جولته تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أي تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.
وتضم المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى مشروع داره 23 موقعا بإجمالي عدد وحدات 61228 وحدة سكنية، وذلك على مستوى 13 محافظة. وفي محافظة السويس يتم تنفيذ ما يزيد على 13000 وحدة سكنية في 3 مواقع بحي عطاقة. وعقب تفقد مكونات مشروع داره، قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. من جانبهم أعرب المستفيدون عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد. انتقل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المدرسة المصرية اليابانية السلام. وأشاد رئيس الوزراء أو شهادة عرضا فنيا قدمه عدد من الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية ترحيبا بقدومه والوفد المرافق له باللغتين العربية واليابانية. ثم تفقد مصطفى مدبولي بعد ذلك عددا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة. كما تفقد رئيس الوزراء مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية. وخلال الجولة صرح مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتماما كبيرا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة. وأكد رئيس الوزراء أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المصانع، شملت مصنع شاكناوف الألمانية للألواح الجبسية والشركة المصرية الألمانية للمضخات روبن هامباين مصر، وكذا مصنع يونيفرسال للأثاث. وخلال الجولة أكد مدبولي اهتمامه بتفقد المصانع بصورة منتظمة في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع لزيادة حجم صادراته، مشددا على توفير أي نوع من الدعم للمصانع من أجل دعم الاستثمارات والنهوض بالصناعة في المجالات المهمة وزيادة نسبة المكون المحلي. هذا وقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه بتغيير مسار الجولة التفقدية بمحافظة السويس، حيث توجه إلى قصر ثقافة السويس، وذلك لتفقد أعمال الترميم والتطوير بالقصر والتي توقفت منذ فترة. وفي بداية التفقد أكد مدبولي الاهتمام بعودة القصر لممارسة دوره الطبيعي في نشر الثقافة وتعزيز الهوية المصرية وتقديم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية. وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير 50 مليون جنيه للشركة المنفذة للأعمال بقصر ثقافة السويس من احتياطي الموازنة، على أن تتحمل باقي التكلفة التي تبلغ نحو 50 مليون جنيه أيضا وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل. وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني في مختلف المجالات. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية ونظيره الأوكرانية. لقد تناولت مشاورتنا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأيضا في المجالات التعليمية وغيرها من المجالات، بهدف مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كما حرصت خلال مباحثاتي مع الوزير الأوكراني على مناقشة بطبيعة الحال أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلاً عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع ناظريه الأوكراني أندري سيبيها. تناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وعقب المباحثات وقع وزير الخارجية ونظيره الأوكراني على مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين للبلدين. أعربت مصر عن قلقها البالغ جراء التصعيد الأخير المتسارع في الشرق الأوسط، التي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران، مجددة مطالبتها بضرورة عدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها. وأكد بيان للخارجية أن مصر تدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. هذا وشددت مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
أكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران لها الحق وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد أعمال العدوان الخارجية، وذلك ردا على الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية في إيران. من جانبها أعلنت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن جنديين إيرانيين قتل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران. على شفير حرب شاملة دخلت المنطقة في النفق الذي طالما تصاعدت التحذيرات العربية والدولية والإقليمية من قسوة ظلمته، فبعد قرابة الشهر وتحديدا 26 يوما من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع الشهر الجاري وما تلاه من تهديد ووعيد وتصريحات هنا وهناك وتوقعات استخباراتية، جاء الرد الإسرائيلي بضرب أهداف عسكرية في إيران. ثلاث موجات من الهجمات أعلن الجيش الإسرائيلي شنها في الساعات الأولى من الصباح ثم انتهت العملية. الهجمات شملت قصف منشآت تصنيع صواريخ بمشاركة أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه هاجم بدقة أهدافا عسكرية في إيران ردا على الهجمات المتواصلة لطهران ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، ولأن التنسيق والتشاور كان معها والتخطيط كان بعلمها. أكدت حليفتها الأولى واشنطن أن الأهداف الإيرانية التي تم قصفها لم تشمل البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية، وكأنها إشارة إلى استجابة نتنياهو لتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن له، وتأكيده بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم على مواقع نووية إيرانية أو حقول النفط. من جانبها قللت طهران من شأن وجيعة الضربات الإسرائيلية، حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن متحد عسكري قوله إن الانفجارات التي سمعت في طهران مرتبطة برد أنظمة الدفاع الجوي على محاولات إسرائيل مهاجمة ثلاثة مواقع في طهران وخوزستان وإيلام. كما أكدت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن قواعد الحرس الثوري الإيراني التي جرى استهدافها تعرضت لأضرار محدودة، مكذبة في الوقت ذاته مزاعم الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في إيران أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم، واصفة تلك التصريحات بغير الواقعية. وبطبيعة الحال وكعادتها من قبل الهجوم، أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على أي عدوان إسرائيلي، مشددة على أنها ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل. وما بين أرجحة كرة الهجمات بين طهران وتل أبيب، تتعالى أصوات المجتمع الدولي ما بين تحذير هنا ودعوة لضبط النفس هناك لتجنب الوقوع في براثن حرب منفتحة على كل السيناريوهات. We'll be right back.
هذا وقد توالت ردود الأفعال الدولية مؤكدين أن استهداف إيران هو انتهاك لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. We'll be right back.
من ناحية أخرى، أكدت وكالة الأنباء السورية سانا أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى. وأشارت سانا نقلا عن مصدر عسكري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، مستهدفا بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى. وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي. أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن الإعلاميين يواجهون انتقادات داخلية وسط الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على البلاد. وفي مؤتمر صحفي أشار مكاري إلى أن العدوان القائم اليوم متعدد الأبعاد، بدءا من تدمير القرى والمدن وصولا إلى الدفع نحو خلافات داخلية واستثمارها لإضعاف الوحدة اللبنانية، بعدما أظهر اللبنانيون تضامنا مجتمعيا يضاف إليه وعي سياسي لدى القيادات والأحزاب، هدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن. استهدف حزب الله اللبناني قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبي تل أبيب بطائرات مسيرة. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض طائرة مسيرة آتية من لبنان بعد ساعات على شن إسرائيل هجوما على أهداف عسكرية في الأراضي الإيرانية. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينج موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية إن لم يتوقف الجرائم الإسرائيلية ضدهم. وأضافت المقررة الأممية أن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في سابقة لم يشهدها التاريخ، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الإسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات والمراكز الصحية من المياه النقية وغيرها من الممارسات. وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. Other times it stems from not the behavior or the substance themselves, but rather from how states address them. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن معدل إجلاء الأطفال من قطاع غزة لأسباب طبية تراجع من 296 إلى 22 طفلا شهريا، وذلك عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من بوابة رفح الحدودية في 7 مايو الماضي. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جيمس إلدر إنه إذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة القاتلة فإن إجلاء 2500 طفل بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة سيستغرق أكثر من 7 سنوات. وأكد المسؤول الأممي أن الأطفال في غزة لا يموتون بسبب القنابل والرصاص فقط، بل أيضا بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. اليوم الثالث على التوالي تغلق قوات الاحتلال المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من هناك.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح. المجهودات المصرية لا تتوقف فيما يتعلق بالمفاوضات بشكل عام واستقبال جميع الأطراف هنا في الأراضي المصرية من أجل إحياء المفاوضات مرة أخرى وفي محاولة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. لكن بالإضافة لهذه المفاوضات أيضا المجهودات الخاصة بالمساعدات الإنسانية ما زالت مستمرة منذ بدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. الشاحنات من ورائي تتكدس بالطبع هنا في العريش ورفح بسبب منع وعرقلة قوات الاحتلال لهذه الشاحنات من الدخول من بوابة معبر كرم أبو سالم. بالطبع معبر رفح المصري يفتح أبوابه طوال الوقت وتتحرك هذه الشاحنات من العريش ورفح في اتجاه معبر رفح المصري وتذهب إلى معبر كرم أبو سالم. تتسلم هذه الشاحنات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم وتعرقل دخولها في بعض الأحيان، وحتى إذا دخلت إلى قطاع غزة تمنع دخولها إلى الشمال بشكل عام. الأونروا صباح اليوم أعلنت عن أن قطاع غزة قارب على أبواب المجاعة. قطاع غزة بالكامل، كانت تتحدث من قبل عن الشمال فقط، اليوم قطاع غزة بالكامل أصبح على أبواب المجاعة نظرا لقلة تدفق المساعدات، حيث أنها يتم يعني منع هذه المساعدات ويتم وضعها في المخازن الخاصة بمعبر كرم أبو سالم أو أمام البوابة ولا تدخل على الإطلاق. بالإضافة لذلك أيضا استمرار النهج الإسرائيلي أو نهج الخاص بقوات الاحتلال بالقصف المستمر لمراكز الإيواء والمستشفيات. وأيضا الأونروا تحدثت اليوم ويعني الفصائل المختلفة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن أن قوات الاحتلال أخرجت مستشفى كمال عدوان في الشمال من الخدمة تماما وأخرجت جميع المصابين واعتقلت كل من كان داخل هذه المستشفى. بالطبع هذه الإجراءات بشكل عام يعني تنتهجها قوات الاحتلال ضمن خطة كانت قد وضعتها لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة ومحاولة بعد ذلك لدفعهم إلى الأراضي المصرية أو إلى خارج قطاع غزة. لكن مصر أعلنت أكثر مرة أن هذا لن يحدث ولن تسمح بالتهجير القسري. أيضا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يترك أرضه حتبما يعني رأينا في الأيام الماضية. لذلك المجهودات المصرية بشكل عام للحفاظ على القضية الفلسطينية مستمرة إما بالمفاوضات أو حتى الجزء الخاص بالمساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة والآن أعود إليكم مرة أخرى. هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دولة الإمارات وعضو المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي. وعرب المستشار جبالي عن تمنياته ليماحي بالتوفيق في مهمته الجديدة مؤكدا على أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي. كان النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي قد فاز برئاسة البرلمان العربي لولاية مدتها عامان بحصوله على 53 صوتا مقابل 8 أصوات لمنافسه النائب الليبي عبد السلام نصية. جاء ذلك في جلسة عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية كانت مخصصة لانتخابات رئاسة البرلمان برئاسة النائب يسري المعازي عضو مجلس النواب المصري باعتباره أكبر الأعضاء سنا. وفور إعلان النتيجة تولى اليماحي رئاسة المجلس خلفا لرئيس البرلمان السابق عادل العسومي الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين. أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى وطني العزيز دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يحرص دائما على دعم أبناء دولة الإمارات في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية مما يعزز من الحضور الفاعل والمؤثر لدولة الإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات في كافة المجالات وبشكل خاص في مجال الدبلوماسية البرلمانية. أكد وزير المالية أحمد كوشك أن مستويات الدون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بأفريقيا.
حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة. وقال كوجاك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كلايفر جاتيتي، قال على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان سكان لكل المصريين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداء من 18 نوفمبر 2024 للمواطنين ذوي الهمم. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد سكن كل المصريين 5 يتضمن نحو 78,730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين 75 مترا إلى 90 مترا. وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري على أن يكون مقدم جدية الحجز 20,000 جنيه، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات و 30,000 جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة. بهذا نصل وإياكم لختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون التصدي للتصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الصناعية والخدمية بالسويس، ويؤكد أن الدولة لن تترك محافظة بالجمهورية دون أن تصلها أياد التطوير. مصر تعرب عن قلقها من حالة التصعيد الخطيرة في الشرق الأوسط وتحذر من أي إجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.